لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الذي سينطلق بعد لحظات بين فريق شباب المحمدية وفريق الجيش الملكي، واحدة من مباريات الدوري الاحترافي اللي غادي نتابعوها بعد التيرابا الجميل مع عبد الفتاح حذراف، ينطلق داخل منطقة الجزاء، تمريرة الهدف والهدف الأول، هدف الأول لصالح الجيش الملكي. الجيش يضع عنوانا خاصا له في مباراة اليوم بهدف يأتي بهذه الكيفية من الجهة اليمنى الانطلاقة. العمل كل العمل لعبد الفتاح حذراف على مستوى الانطلاق على مستوى التمرير، وبعد ذلك تستثمر الكرة على النحو الأمثل ليكون الهدف لصالح فريق الجيش الملكي اليمنى. عملية هجومية، تحضير داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك لمسة يد على ما يبدو. الحكم كيعلن على مخالفة، لمسة يد قريبة من منطقة الجزاء. لاحظونا كرة تمريرة عرضية جانبية راسية، هدف هدف جميل بطريقة ممتازة. العميد حريمات كيتمكن من زيارة الشباك ويسجل الهدف الثاني برأسية بديعة عرضية. كرة تلعبات بهدوء في غياب الرقبة لعميد فريق الجيش الملكي محمد ربيع حريمات. لاحظوا حتى الحارس يتحسر انه يتواجد لاعب في هذا المكان، وبقيمه حريمات فارغا نفسه ليرفع كره تمريره عرضيه جانبيه. ثلاثه ديال اللاعبين من جانب فريق الجيش الملكي بدون حراسه في الوقت اللي كنشوفنا اصابه ديال العبيد، ومن يصبوا لاضافه اهداف اخرى. لاحظوا حريمات حصل على مخالفه، ينصف الحكم ويعلن على خطا للجيش الملكي. هناك امتعاض من جانب اللاعب معاذ قاري يجازف في هذا الامر. ذاك ما فعل تصويبه ممتازه لعبت بشكل ممتاز. قلت على ان امين زحزوح معروف عليه التصويب المباشر، وذاك ما فعل خدا ثقه في نفسه صوب الكره بهذه الكيفيه. هي نفس التصويب كيختار تمريره ممتازه، هذه تغطيه ديال الدفاع كترجع مره اخرى، تصويبه بعيده. الفكرة جميلة ولكن التطبيق صعب لأنس باش الذي حاول أخذ ورد بين لاعبي فريق الجيش الملكي. كرة ممتازة، محاولة عند حريمات تصويب، هدف هدف ثالث عميد الفريق الجيش الملكي. ولكن رأي الحكم يقر بمشروعية الهدف، هدف ما كاينش تسلل، ومحمد ربيع حريمات يسجل ثاني أهدافه في هذه المقابلة. ثلاثة ديال الأهداف مقابل لا شيء، هي النتيجة المحققة إلى حدود الاختراق. محاولة جيدة ولكن في غياب لاعب بإمكان أن يكمل الكرة، لأنه الانطلاقة كانت جيدة. أنس بوكرام لاعب دخل في الجولة. لعبات كرة أمامية، محاولة داخل منطقة الجزاء، مراوغة الحارس، فرصة الهدف الرابع، والراية مرفوعة من الحكم المساعد. الحكم المساعد يرى أن هناك تسلل، سنتابع الإعادة ستوضح ذلك. تمريرة عرضية جانبية، فرصة داخل منطقة الجزاء، هدف ثالث، هاتريك يحضر اليوم من جانب العميد، يؤكد أنه حاضر. أنا هنا، أنا متواجد وأعزف على جيتار الأهداف على الوتر الحساس. حريمات يحرم فريق شباب المحمدية. نعم، محاولة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء، يا سلام يا سلام على هذا الهدف الرائع، على زحزوح الذي يصنع اليوم هذا الفرح وينشره لجماهير فريق الجيش الملكي. فرصة للفتح الرياضي، التمرير، خروج عبد الرحمن، خروج موفق لعبد الرحمن الحواصلي في الوقت المناسب. والمحاولة فرصة للاتحاد الرياضي، تروقي في منطقة الجزاء، يتدخل الدفاع، لم تستثمر الفرصة الماضية، كان تدخل دائما للفتح الرياضي، تصويب من لامين، يتدخل الدفاع، كرة في منطقة الجزاء، التدخل بعد ذلك، الكرة خرجت ركنية، تنفذ الركنية، فرصة محاولة للفتح الرياضي، المرور الحكم يعلن عن ركلة جزاء في الدقيقة 31 للفتح الرياضي، ركلة جزاء لصف، فرصة ذهبية للفتح الرياضي، التصويب يسكن الكرة الشباك،
يسكن الكرة الشباك منصف القدم اليسرى التي لا تخطئ الشباك التي لا تخطئ المرمى. في الدقيقة 34 الفتح الرياضي بقدم المتألق دائما لعناصر الاتحاد الرياضي التركي التسديد. هدف 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 رائع هدف ليس كبقية الأهداف. تسديدة تفاجئ حارس المرمى أشرف هلالي لا يصدق ما حدث. عبد الرحمن لا يصدق ما رأى عبد الرحمن وأنا أيضا لا أصدق ما من إلياس حدد. المتابعة الكرة تصل للضوء التسديد التصويب كان قريبا كان على وشك التسجيل. أنس الضوء كان قريب للفتح الرياضي. العرضية البحث عن ملوع البحث عن أيوب ملوع لكن الأسرع والأقرب للجديد. هنا فرصة للفتح الرياضي كان قريبا كان قريبا الفتح الرياضي من التسجيل بالنسبة للموسم الكروي الجديد. الهدف الثاني الهدف الثاني للفتح الرياضي في الموسم الكروي الجديد. يسكن الكرة الشباك أمين أسوان أمين أسوان أمين كان رائعا كان ممتازا ينجح في إسكان الكرة الشباك تسجيل الهدف الثاني للفتح الرياضي. والمحاولة العرضية تدخل من أشرف هلالي في الوقت المناسب. هنا محاولة فرصة حضر هذه التركي التنفيذ من سفيان حناش. كرة في وسط الملعب الضغط أكثر من أجل فرص أكبر. هنا فرصة محاولة أمادون داي أمادون داي المطالبة مطالبة الحكم بالإعلام. إذن على ما يبدو سيتوجه لشاشة الفار. نعم يتوجه لشاشة الفار لمتابعة اللقطة. سيعلن الآن عن القرار. ركلة جزاء ركلة جزاء للاتحاد الرياضي التركي في دقيقة. يستعد معاد 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 يسكن الكرة الشباك يغالط حارس المرمى أشرف هلالي يسكن الكرة الشباك. تصبح النتيجة متعادلة هدفان اثنان لكل فريق في الدقيقة 87. الاتحاد غادي تجمع بين المغرب الفاسي وفريق الوداد الرياضي البيضاوي طموح مشترك للفريقين للظهور بوجه قوي ومشرف. يراش هذا مرتد هجومي لهذا الفريق المغرب الفاسي والحكم كيعلن ضربة جزاء. الحكم يعلن عن ضربة جزاء للمغرب الفاسي. كنقول بانه انتظر حتى تم تاكيد الان بالنسبه لفريق المغرب الفاسي. اذا الحكم كيطلب اللاعبين يكونوا خارج مستطيل اللعب. حمدي جناتي 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 وضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. العميد الجناتي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. اولى اهداف فريق المغرب الفاسي هذا الموسم. فرحه كبيره لجماهير المغرب الفاسي وكذلك المدرب ارينا غوغليرمو. هدف كيجي في الانفاس الاخيره من اللقاء.